التيارات الدينية. بس المفروض أن يكون في الخلل التشريعي واضح، وهذا دور المجلس في ما الدرجة تقدرين الأولى. تتدخلين في التعيينات؟ ما تستطيعين؟ أنا أتكلم عن القرض الإسكاني لغير مساوي بين المرأة والرجل، مقدر. هذا واحد مقدر. اثنين، زوجة الكويتي تجنس وزوج الكويتية لا يجنس مثلا، لا هذا هذا ضد المساواة والعدالة. بس مقدم والدي منهم قدم لا أنت أربعة. إذا وصلت المجلس شنو راح تسوي في القضية هذه؟ إذا كانت مقدمة راح أدعمها، إذا لم تكن من القضايا المقدمة شوفي أي شيء بالنهاية حتى بنقول غير تفاصيل، أي شعرة المرأة فيها نازلة عن الريال بالكويت لازم ترتفع. أستاذ أستاذ